هنا نصاوب الجياب، غندير جيب الشق مغطي بداك التغطية اللي كتكون عليه من الفوق. هنا غادي ندير في العرض ديالو غندير 7، في الطول غندير 13، صافي. غناخد سنتيم ديال الخياطة ديالي من هنايا، من هاد الجهات، جهة بثلاثة، من هنا ندور، من هنا وندور، من هنايا. هنا راه عندي 4 ديال القطع، كل جوج غنخيطهم بوحدهم. كنقص هاد الزوائد، كنحيدو ونقلبو. هنا كندوز عليه بعبار الصباط، هنا الا بغيتو تنقصو من العرض تنقصو، ديرو غير 6 سنتيم ولا 5 على حسب شحال ما بغيتو، بغيتو تزيدو كتزيدو. صافي الاخر غندير له نفس العملية. هنا هذا هو الجيب ديالي، راه طراسيتو معاكم من في السط، طراسيت هنا خط، خليت ما بين الخط والخط سنتيم 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 ونص، انا خليت هنا غير سنتيم. ومن هنا لصقت عليه الفيزلين في هاد البلاصة هادي، جبت شريط درت فيه 5 سنتيم وطويته على 2، غادي نحطو هنا غيكون كبر من هاد المسافة اللي عندي هنا. أنا طراسيت في الجيب 13 سنتيم، غادي نجيب هاد الشريط هذا وغادي نحطو بهاد الطريقة هادي، وغادي نخلي غير سنتيم كيبان ولا نص سنتيم هنايا، ما نخلي السنتيم كامل. غادي نحطو على هذا الخط هذا، نمشي هنايا، غنبدا من هاد النقطة هادي، غنبدا الخياطة حتى لهنايا، غنلصق هذا. مشتو هنايا السنتيم اللي درت هنايا، مي غادي نطوي غيجي هكايا. غنجيب الجهة الأخرى، مشتو نطراسيت هادي هنايا سنتيم، غادي ندير بانكا هنايا فهاد الليصة هادي، وغنديرها هنايا. غادي نعلمها،
نجيبو هاد القطعة هادي ديال الجيب، هاد الصاك هذا اللي كنحشيو فيه يدينا، غنحطوه هنايا، نجيبو هادي نديرو لها هكا، نحطوها بهاد الطريقة هادي. غادي نعلمو هنايا سنتيم، الخياطة غدوز من هنا لهاد البلاصة هادي، غنحبس هنا ونبدا من هنا ونحبسها فين قبالت هاد الخياطة هادي، خصني نحبس هادي الأولى. غنجي لهنايا غنفتح هاد البلاصة باش نقطع هاد من الداخل، هنايا نشد بسبعاني باش ما نقطعش التوب، نحل هنا مزيان، نجي لهاد البليصة هادي وندير بحال مثلث، ما نقيش الخياطه من حدياش بالمقص باش ما تقطعليش، ما نفوتهاش بهذه الطريقه هذه، نقطع الجهه الاخرى. هادشي هذا غندخلو لداخل، هنايا غندوز بالخياطة ويا هاد الجهة هادي، غادي نشد هكا الخياطة نحلها وندوز هنايا بالخياطة على الحاشية، كما شفتو هانتي ثبت هاد الجهة هادي التحتانية، غادي نجيب هاد القطعة هادي غادي نحشيها هنايا، شفتو هذا هو الجيب ديالنا، دابا غندوز عليه بالخياطه من هاد البلاصه هادي وغنشد معاه حتى هاد القطعه هادي، ها هي ها هي فين حشيتها، غتشد حتى هي معاه، رصيها بعدا بالبانكات هكايا، رصي مزيان بغات تبقى كتبان منها غير 4 سنتيم، غنزيد ندخلها هنا، راه نقص منها قبيله جاتني كبيره، صافي 4 هنا
هنا ربعة صافي. غنشد هنا بالبانكة وغادي ندوز هنا بالخياطة على هاد الحاشية ديال الخياطة هادي هنايا. ضروري ترتيب صحيح الخياطة هذا هو الجيب ديالنا. مازال دابا غنشدو هذا المثلث اللي عندي هنايا اللي قطعت قبيله غادي نشدو هنايا بالخياطه من هذه الجهه هذه غادي نشدهم هنايا ندوز عليهم بالخياطه. غنجيب هاد القطعة هادي اللي عندي هنايا طويلة غادي نربطها هكايا هنا فهذا هو الساك فين غيتحشى اليد وغادي نجيبها غادي نخيطها مع هاد القطعة هادي غندوز عليها بالخياطة نحيد هادي ما غاديش نشدها غنشدها غير مع هاد الطريف هذا مع هاد السنتيم اللي عندي هنايا. كما شفتو هذا هو الجيب ديالنا راه ساهل الا تبعتو الخطوات. هنا هاد القطعه هادي راه طويناها لهنايا كما شفتو سقناها مع هاد القطعه هادي اللي كانت عندي هنايا مسقتها معاه غادي ندوز عليها بالسورجي من هنا ونحيد هاد الزوائد من هنايا كلهم غيبقى لي الساك هذا فيه 13 سنتيم الزوائد كلهم غيتحيدوا بالسورجي. دابا غنصاوب صوبت هاد البليات اللي درت في الصاية داك 6 سنتيم اللي زدت درتهم هنايا حدا الخياطة ديال الجن غنصاوب الجهة الأخرى خليت أنا 3.5 داك 3 سنتيم كل داك 6 سنتيم كل بليه ندير فيها 3 باش تعبرهم بالسنتيم تعبرهم انا نديرهم غير هكا يعني ميزان كل وحده ديري فيها 3 ديروا فيها 3 سنتيم. كما شفتو هنا في الدورة ديال الصاية كانت عندي 23 هادي درتها كبيرة شوية غنقص منها غنخلي واحد السنتيم ديال الخياطة خاصها تبقى لي 24 هي هنايا سنتيم ديال الخياطة. دابا صوبت هاد الصاية ندوز عليهم بالخياطة هاد البليات
هنايا نصاوب هاد التبطين ديال الصايه، ونحط الطرف هكا يا نيشان، وندوز عليه بخياطه من هنايا. الزايد هذا غادي نحيدو، حسب الصاية نقص منها في الطول، ملاتفة جات دير لي سياج نقصت لها نقصت منها في الطول، جاتها طويلة قاتلك، بغاتها غير قصيرة. نجيب هاد الخياطة هادي هكا وندوز عبر السكواط عليها. كما شفتو هنا راه دوزت عبر السكواط، غنجيب هاد الصاية غنجيب الجهة الأخرى ونحطها عليها من الفوق. كما شفتو هادي هي هدا هو المونطو ديالنا، هنا راه الخياطة تجي قبالت الخياطة في هاد البلاصة هادي. وهنايا صافي، هادو هما الجويبات ديالنا. دابا غنديرو له ان شاء الله نصاوب له الصديفات هنايا، ندير له لوغلي الكمال.